عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة ضيف أستاذة الفلسفة تلبية لطلبكم. طلبتوا مني بزاف هذا الدرس، حبيتوا تشوفوه بطريقة المخططات. كاين بزاف منكم قالوا لي أستاذة نسيتينا ما راكيش ديري لنا لي فيديو. أنا راني عاودت وليت لكم إن شاء الله باش نديروا درس مقترح، يعني بنسبة كبيرة شعبة الأدب والفلسفة، اللي هو درس حول العلاقة الموجودة بين الدال والمدلول. راح نشوفوه كما تعودنا طريقة بسيطة بطريقة سهلة بطريقة المخططات. شعار تاعنا كما تعودنا دائما مع الأستاذ ضيف نفهموا الفلسفة ما نحفظوهاش. راني كل مرة نحذر ونقول حذاري من حفظ المقالات، حذاري من حفظ المقالات. كاين بعض الأساتذة، يعني أشبه الأساتذة، راهم يعلموا التلاميذ حاجة خطأ، وراهم يعني كما يقولوا راهم هذه طريقة راهو يستخدمها الأستاذ باش يستقطب التلميذ. لا، أنا نشوف هذا الشيء خطأ. يقول للتلميذ أرواح عندي، نعطيك مقالة واجدة، يعني نمدلك مقالة جاهزة تحفظها تدي 20. أنا نقول لك من هذا المنبر مستحيل راح تدي 20 على مقالة جاهزة، على مقالة تحفظها. لأنه سمعنا وسقسوا التلاميذ، أغلب التلاميذ يقول لك حفظت ومديتش. علاش؟ حنا نطرحوا علامة استفهام. علاش مديتش؟ لأنك حفظت، معناتها لازم لنا نلقاو البديل، لازم نلقاو طريقة جديدة، لازم نلقاو طريقة واحدة أخرى اللي هي طريقة المخططات. هذه الطريقة هذه راح نتعاون نشوفوها بطريقة سهلة. أول حاجة نبداو المقالة تاعنا الدال والمدلول. بسم الله على بركة الله، هاي نبداو. أول حاجة وش معناتها الدال؟ وش معناتها المدلول؟ أنا أول حاجة لازم نوضح لك، لازم أنت ما تبداش الدرس تاعك وأنت ماشي فاهم. أول حاجة عندنا الدال وعندنا المدلول. الدال هو الكلمة، الدال هو الكلمة، هو اللفظ. ها، الدال هو الكلمة وهو اللفظ، يعني الدال هو الاسم. مثلا كيما نقولوا مثلا محمد، محمد، محمد هو اسم، هو كلمة، صح. وشنو المدلول؟ المدلول هو المعنى، يعني ماذا تحمله تلك المعنى، يعني المعنى للكلمة. ولا مش نقدر نقوله كذلك، المعنى أو الوظيفة، يعني الوظيفة التي يؤديها، تؤديها الكلمة. يعني الدال هو الكلمة، هو الاسم، هو اللفظ. أما المدلول فهو المعنى، يعني المعنى الذي التي تحمله الكلمة. مثلا جل محمد، ما معنى كلمة محمد؟ تقول لي أستاذة محمد هو اسم إنسان، الجنس تاعو ذكر، صح. نجول ايضا لكلمات اخرى، مثلا نقول لكم ركزوا معايا مليح، نقول لكم هذا، ماذا هذا؟ تقول لي هذا سياله، يعني صح، ركزوا معايا، هذه سياله، يعني دال، كلمه، سياله. وشنو المدلول تاعها؟ وسيله للكتابه، وسيله تستخدم للكتابه، صح. هذه وشنوها؟ سبوره، صحيح، سبوره، يعني دال. وشنو المدلول تاعها؟ يعني المعنى تاعها؟ وسيله ايضا للكتابة، نستخدموها للكتابة. كي نقول لكم مثلا هذا وشنو؟ هذا، هذه ممساحة، يعني هذا دال ولا مدلول؟ تقولي دال، يعني هذه كلمة، يعني هذا اسم. هذه ممساحة، يعني ممساحة هي دال. وشنو المدلول تاعها؟ تقولي وسيلة للمسح، يعني تمسح، وسيلة للمسح، صح. نقولوا مثلا عندي هذا، هذا الشيء، هذا، هذا وشنو؟ تقولوا لي أستاذة هذه مقلامة. هذه مقلامة، معناتها دال، مقلامة. وشنو المدلول تاعها؟ وشنو المعنى تاعها؟ هي وسيلة واش دير لنا؟ تحفظ لنا، تحفظ لنا الأدوات، يعني تحفظ الأقلام، تحفظ، تحفظ الأقلام، صح. نزيدو ناخدو مثال، مثلا نقولو كمامة، كمامة، كمامة هي دال. وشنو المدلول تاعها؟ المدلول تاعها يعني المعنى تاعها وشنو؟ أنها تكتم الهواء. نقولوا مثلا طائرة، شوفوا راني كثر في الأمثلة، طائرة، وشنوها طائرة؟ طائرة هي دال. وشنو المدلول تاعها؟ يعني وشنو المعنى تاعها؟ هي وسيلة نقل تطير، صح. الآن عرفنا وش معناتها الدال، وش معناتها المدلول. يعني أول حاجة لازم تفهمها في الدال والمدلول هي الطريقة، وشنو الدال وشنو المدلول. الدال هو الكلمة والمدلول هو المعنى. حنا المشكل اللي وقع في الدال والمدلول ليس حول الكلمة أو المدلول، يعني المعنى، لا، المشكل اللي وقع حول العلاقة الموجودة بين الاسم والمسمى، يعني المعنى. نقولوا مثلا محمد هو اسم إنسان مثلا، أو بزاف منكم هنا يتبعوني
اسمه محمد، يعني اسم محمد هو اسم شائع في المجتمع تاعنا، المجتمعات المسلمه. عليه الصلاه والسلام، صلوا على محمد عليه الصلاه والسلام. محمد، اسك الانسان تاع محمد اللي راك تشوف فيا، يعني واحد شحال منكم اسمه محمد، اسك اسمك محمد بالضروره كان لازم داركم يسموك محمد بالضروره، ولا لا لا كانوا قادرين يسموك ادم مثلا، كانوا قادرين يسموك مثلا صهيب، سهيل، عمر، مصطفى، كانوا قادرين يسموك اي اسم. تقولي نعم استاذه بطبيعه الحال كانوا قادرين يسموني اي اسم، عندها العلاقه بين الاسم والمسمى علاقه عشوائيه، يعني قال تفهموا العائله تاعك واش نسموها، يسمو محمد. اذا هنا العلاقه بين الاسم والمسمى علاقه عشوائيه، يعني علاقه ولا اتفاقيه، تفهموا وسماوك. نجو سياله، سياله علاش سميناها سياله؟ تقولي استاذه كان لازم نسموها سياله، علاش؟ لانها تترك سائلا، معناتها علاقه ضروريه، كان لازم نسموها سياله لانها تترك سائلا. نجو صبوره، صبوره علاش سميناها صبوره؟ لانها تصبر طبيعه الحال. لا صبوره واش معناتها صبوره؟ ما عندها حتى معنى، كلمه صبوره ما عندها حتى معنى، كلمه صبوره طلقنا عليها اسم عشوائي بطريقه عشوائيه، قال شفنا هذه الحاجه واش نسموها؟ اسمها صبوره، طريقه عشوائيه اتفاقيه. ممساحه، علاش سميناها ممساحه؟ تقول لي استاذه باينه ممساحه واش دير؟ ممساحه تمسح، اذا علاقه ضروريه، كان لازم نسموها ممساحه لانها تمسح، وما نقدرش نسميها كاتبه لانها لا تكتب. نجو المقلامه، مقلامه علاش سميناها مقلامه؟ تقول لي استاذه سميناها مقلامه بالضروره، كان لازم نسموها مقلامه، باسكو كي نفتحوا هذا الداخل نلقاو فيها الاقلام، معناتها العلاقه ضروريه. نجو الكمامه، كمامه علاش سميناها كمامه؟ كمامه سميناها كمامه لانها تكتم الهواء، معناتها كان لازم عليا نسميها كمامه. طائره، علاش سميناها طائره؟ تقولي باسكو طير، يعني العلاقه ضروريه. صافي نزيد لكم مثال، عندنا كرسي، اخر مثال، كرسي، كرسي هو داء يعني كلمه، وشنو المدلول تاعو؟ وسيله للجلوس. صح، كرسي علاش سميناه كرسي؟ من المفروض حنا كرسي نقعدوا فوقه، معناتها الجلوس، من المفروض واش نسموه؟ جلسي، ما نسموهش كرسي، علاش سميناه كرسي؟ تقولي استاذه بطريقه عشوائيه اتفاقيه، قال شفنا الكرسي واش نسموه؟ شفنا حاجه مقعد قلنا واش نسموه؟ نسموه كرسي، معناتها علاقه عشوائيه، معناتها ما كاش علاقه بين الاسم والمسمى. هنا هذا نورمالمون توضح لكم الاشكال تاعنا، المشكل اللي وقع حول العلاقه الموجوده بين الدال والمدلول. كاين اللي قال لك العلاقه الموجوده بين الدال والمدلول علاقه عشوائيه، معناتها ما كاش علاقه بين الاسم والمسمى، حنا اللي تسمينا الاشياء، حنا اللي تحكمنا في الاسماوات. المهم من الموقف الثاني قال لك لا لا، قال لك الانسان لا يمكن ان يتحكم في الاسماء، الانسان الاسماء هي التي فرضت علينا التسميه، مثلا كيما سياله كان اوبليجي اسمها سياله، مربع كان اوبليجي اسمه مربع باسكو عنده اربع اضلاع، مثلث كان اوبليجي اسمه مثلث باسكو عنده ثلاثه اضلاع، معناتها واش راني نلاحظ انه العلاقه علاقه ضروريه. هذا فيما يخص النزاع اللي وقع بين الفلاسفه والعلماء. الان تنروحوا للمقدمه تاعنا، واش عندنا فيها؟ مقدمة فيها أربع خطوات أساسية. عندنا أول حاجة تمهيد تعريف الموضوع، النزاع الفلسفي، إعادة صياغة السؤال، يعني نحكم سؤال تاعي تاع الباك نمضي فيه. عندنا أول حاجة تمهيد، تمهيد أنا واش سبق وقلت لكم شعبة الآداب والفلسفة تلقاو الدروس تاع الفصل الأول، يعني تمهيد خاص وندي عليه علامة مليحة. نهضر على إدراك العالم، إدراك العالم الخارجي، معناتها كل مرة نلقى درس من دروس الفصل الاول ندير تمهيد على ادراك العالم الخارجي، نحكي على العالم الخارجي، انه هذا العالم الخارجي متغير، انه هذا العالم الخارجي يؤثر فينا، نحن كذلك نؤثر فيه، لابد ان نتاقلم معه، باستخدام ماذا؟ باستخدام وسائل، من بين الوسائل اللي يستخدمها الانسان باش يتاقلم ويتكيف مع العالم الخارجي هي اللغه. ومن بعد نجو للغه، نقولوا ان اللغه تنقسم الى قسمان، يعني فيها جانبان، اللغه فيها الكلمه يعني تنقسم الى دال، وفيها المعنى يعني الكلمه يكون عندها معنى يعني مدلول. بهالطريقه يعني الانسان يعيش في العالم الخارجي، العالم الخارجي متغير لابد ان نتاقلم معه باستخدام وسائل من بينها اللغه، وهي تنقسم الى قسمان، قسم يعني دال وقسم ثاني هو المدلول. صح، ومن بعد نجي حيث يعرف الدال انه
ويعرف المدلول انه، نجول تعريف الموضوع، تعريف مع الموضوع نعرفه الدال والمدلول. يعني بعد ما قلت انه اللغه تنقسم الى قسمان دال ومدلول، نعرف الدال. قلنا فالدال هو، كنا سبق وعرفناه، قلنا الدال هو اللفظ، هو الكلمه، هو الاسم الذي نطلقه على الاشياء. معناتها كي نقول لك انا هذه ممسحه، هذا شيء انا اولى كلمه، هذا اسم شيء طلقت عليه كلمه. اما المدلول فهو المعنى، يعني الوظيفه التي تؤديها هذه الممسحه، يعني المعنى الذي نطلقه ولا المعنى الذي نشير به الى الاشياء. هذا واش حبي يقول. نجو الان حول هذا الموضوع اللي هو الدال المدلول. وش وقع؟ وقع نزاع، وقع جدال، وقع صراع بين من ومن، بين موقفين متعارضين اللي هما الفلاسفه والعلماء. يعني وقع جدال بين من ومن، موقفين. الموقف الاول يتجادل مع الموقف الثاني. الموقف الاول يرى ان العلاقه الموجوده بين الدال والمدلول، يعني بين الكلمه ومعناها، يعني بين الاسم والمسمى، علاقه ضروريه. يعني الاسماوات هما اللي فرضوا علينا نسموهم بهذا الاسم، كيما دوك انا هذا الشيء ممساحه، ماشي انا اللي تحكمت في الاسم، وانما هي اللي فرضت عليا نسميها ممساحه نظرا للوظيفه التي تقوم بها. ما دام تمسح لازم نسميها ممساحه. موقف ثاني قال لك العلاقه بين الدال والمدلول علاقه غير ضروريه. لماذا؟ اي علاقه عشوائيه، علاقه تحكميه. احنا اللي تحكمنا في الاسماوات. مثلا انا نجي هذا، هذا بالمفروض نسموه سياره، ولكن احنا تفاهمنا وزدنا طريقه عشوائيه قلنا سميناه قلم. ماذا؟ قلم يقلم، ما كان حتى معنى به الاسم والمسمى. معناتها علاقه عشوائيه، علاقه تحكميه. الان جود اعاده طرح الاشكال مع اعاده صياغه السؤال. مباشره تحكم السؤال تاعك تاع الباك، تموديفيه، لازم تموديفيه، راني نركز. تبدا بهل ونروح نوديف، نختمو بعلامه استفهام. نجو نموديفيه ويلا تبعوا معايا. قالك هل العلاقه بين الدال والمدلول؟ كيقول لك الدال معناتها اللفظ، كيقول لك المدلول معناتها المعنى. يعني هل العلاقه بين اللفظ ومعناه؟ علاقه ضروريه. واش معناتها ضروريه؟ معناتها علاقه حتميه، علاقه لازمه، لازم نسمو الاسم بذلك الاسم. علاقه طبيعيه، معناتها الطبيعه هي اللي فرضت عليا باش نسمي الاسماء بذلك الاسم. اما الموقف الثاني فيرى ان العلاقه بين الكلمه ومعناها علاقه عشوائيه، اي انها علاقه تحكميه، علاقه تعسفيه، علاقه اعتباطيه، اتفاقيه. معناتها الانسان هو الذي اتفق مع بني جنسه وسمى الاشياء، متحكم هو، تحكميه، هو اللي يتحكم في الاسماء. الان نجو نخيروا وحده منهم ونعبروا. مثلا نقول هل العلاقه بين اللفظ والمعنى حتميه ام تحكميه؟ واش درت انا هنايا؟ بدلت كلمه الدال باللفظ، بدلت كلمه المدلول بالمعنى، بدلت كلمه ضروريه بحتميه، بدلت كلمه عشوائيه بتحكميه. معناتها موديفيه الاشكال تاعي اللي طاروني هو في الباك. الان عندي كاع المعطيات هذو، المعلومات هذو كاع تقدروا تخرجوهم، مستحيل عليها اربع نقاط تقدروا كامل تدوهم يعني بسهوله. كيفاش نديهم بلا ما نحفظ؟ ركزوا معايا، قلت لكم تلقاو الدروس تاع الفصل الاول، روحوا ديروا لنا التمهيد على ادراك العالم الخارجي. يعني يعيش الانسان في عالم خارجي، يتاثر به، يؤثر فيه، يستخدم بعض الوسائل قصد تاقلم والتكيف معه، من بينها اللغه التي تنقسم الى قسمان، فيها الدال يعني الكلمه، وفيها المدلول يعني المعنى. اذ يعرف الدال انه، نعرف الدال. أما المدلول فهو، نعرف المدلول. وحول هذا الموضوع اللي هو الدال والمدلول وقع ماذا؟ نزاع، جدال، صراع، اختلاف بين من ومن، بين موقفين. موقف يرى أن العلاقة بين الدال والمدلول ضرورية، وموقف يرى أن العلاقة بين الدال والمدلول عشوائية. وعليه نطرح الإشكال التالي ونجي نكتب الإشكال اللي كنت أنا موديفيته، يعني بسهولة. دير التمهيد تاعك، التمهيد ادراك العالم الخارجي، الانسان يستخدم اللغه تنقسم الى قسمان دال ومدلول، نعرفوا الدال نعرفوا المدلول. حول هذا الموضوع وقع جدال، منهم من يرى ومنهم من يرى، وعليه نعاود الحكم تاع الباك نموديفيه. يعني ما كاش حاجه بسيطه اكثر من هذا، يعني بالمخطط نقدر نخدم مباشره الفقره تاعي ونتحصل على علامه كامله. وما رانيش نحكي باش نحكي، يعني راني نحكي عن تجربه تلاميذ توعي راني يشوفوا فيا.
غنتحصلوا على علامات كاملة في المقدمة، يعني نحكي على المقدمة. المقدمة كانت علامة 4 من 4 بدون حفظ، يعني ركزوا لي على هذه بدون حفظ، ندي 4 على 4 بدون حفظ، يكفي نضبط روحي فقط بهذا الخطأ. ساعتها نروحوا للعرض تاع الطريقة الجدلية، كيفاش رانا نخدموا؟ أول حاجة في العرض عندي الموقف الأول نقده، الموقف الثاني نقده، وأخيرا حل المشكلة. واش راني نقصد بها؟ راني نقصد بها التركيب والخاتمة. نبدأ بسم الله على بركة الله بالموقف الأول. الموقف الأول عندي أول واحد يمثلي الموقف الأول هو أفلاطون. أفلاطون يرى أن العلاقة الموجودة بين الدال المدلول على قضاء ضرورية، معناتها الاسم كان لازم نسموه بذلك الاسم. لماذا؟ وذلك من خلال محاكاة الطبيعة. هذه الحجة تاعو. وش معناتها محاكاة الطبيعة؟ قالك الإنسان قام بتقليد الأصوات الموجودة في الطبيعة، يعني الإنسان قام بعملية المحاكاة. وش تعني المحاكاة؟ يعني الأسماوات ما جبناهمش من عندنا، الأسماوات جبناهم من الطبيعة. الإنسان قام بتقليد أصوات الطبيعة، يعني الطبيعة هي اللي فرضت عليا باش نسمي الاسم بذلك الاسم. فمثلا سمعنا صقزقة العصفور، العصفور وش يدير؟ زق 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 زق. هذا الصوت هذا وش سميناه؟ سميناه زقزقة. علاش انا سميته من عندي؟ لا لا، علاش سميته؟ نظرا للصوت اللي سمعته. سمعنا مثلا مواء القطط، سمعنا القط يدير مياو، ركزوا لي على هذه. قلنا مواء القطط وش معناتها؟ معناتها الانسان راهو يقلد وش راهو يسمع. سمعنا صوت الماء، الماء يدير وش سميناه؟ سميناه خرير، معناتها نظرا للصوت الذي سمعناه. سمعنا كذلك صوت الشجر يدير وش قلنا؟ قلنا عليه حفيف الشجر، يعني وش راني نلاحظ؟ انه الانسان وش راح يدير؟ قلد الاصوات الموجوده في الطبيعه. مثلا انا قاعدين في الدار رامي دقطقو، شنو هذا؟ ولا رامي طبطبو، نظرا معناتها سميناه الطبطيب ولا الدقديق، نظرا للواش، نظرا للصوت الذي سمعناه، يعني مفروض علينا. كذلك ركزوا معايا مليح، نقولوا مطرقة. علاش سميناها مطرقة؟ لما نظرا للصوت الذي تقوم به اللي هو طق طق طق. معناتها واش راني نلاحظ؟ ان العلاقه الموجوده بين الدال المدلول هي علاقه ضروريه، يعني الانسان قام فقط بتقليد الاصوات التي سمعها في الطبيعه. كل ما كان يسمع كلمه في الطبيعه يجي يقلدها بهذه الطريقه. ايضا عندنا كذلك علماء اللغه. علماء اللغه راحوا درسوا الحروف، دراسه الحروف. قال لك الحروف عندها خصائص بالضرورة، معناتها كاين حروف بالضرورة تشير إلى معاني، وحروف بالضرورة تشير إلى معاني أخرى. مثلا عندي حرف الحاء وحرف الغين، قال لك حرف الحاء بالضرورة يدل على المعاني الإيجابية كقولنا حب، حنان، حياة، هذا معناتها كلمات رقيقة، كلمات إيجابية. بينما حرف الغين يدل على المعاني السلبية كقولنا غدر، خبن، غيم. معناتها هنايا قال لك الحروف تدل على المعاني بالضروره. مثلا طونا مثال بشعراء الغزل، قال لك شعراء الغزل يغلب على القافيه تاعهم، يعني نلقاو في القافيه تاعهم يغلب عليها حرف الحاء، نلقاو بزاف حرف الحاء في القافيه تاعهم في شعر الغزل. لماذا؟ لان حرف الحاء هو حرف رقيق، يعني حرف يتماشى مع الغزل. بينما حرف الغين هذايا قال لك ما نلقاوهش في شعر الغزل. لماذا؟ لانه حرف يدل على المعاني السلبيه، قال لك نلقاوه مثلا في شعر الهجاء، يعني في شعر الذم قال لك نلقاوه. معناتها قال لك الحروف هذه تحمل معاني خاصه بالضروره. حبيت تعبر عن المعاني الايجابيه استخدم حرف الحاء، حبيت تعبر عن المعاني السلبيه استخدم حرف الغين. كذلك عندنا ايضا ابن فارس. ابن فارس قال ان العلاقه الموجوده بين الدال المدلول علاقه ضروريه، علاقه حتميه محتمه علينا، ماشي انا اللي سميت الاسماوات، وانما محتمه علينا من عند الله عز وجل لقوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. وش معناتها؟ معناتها شو واش قال لك؟ وعلم ادم الاسماء، واحنا قلنا الدال هو الاسم، وعلم آدم الأسماء كلها، معناتها الكلمات مفروضة علينا من عند الله عز وجل، لأنه تعالى هو الذي علمها لسيدنا آدم. مثلا نعطوا أمثلة، نقول الصراط، الجحيم، السعير، حور العين. معناتها هذه الكلمات منين جبناهم حنا؟ جبناهم من عند الله عز وجل، مفروضين علينا من عند الله عز وجل، يعني العلاقة ضرورية. أيضا العلاقة
الوقوف أن العلاقة بين الدار المدلول علاقة ضار أكثر من ضرورية. كيف ذلك؟ علاقة أكثر من ضرورية، وكنا بدينا بها الدرس تاعنا. مثلا أنا نعطو بعض الأمثلة باش نزيد ندعم، نعطو بعض الأمثلة. نقولوا مثلا، نقول لكم مسطرة. علاه سميناها مسطرة؟ تقولي أستاذة لأنها تسطر، معناتها مسطرة تسطر. نقول لكم مربع، علاه سميناه مربع؟ فهو يملك أربعة أضلاع. مثلث، علاه سميناه مثلث؟ فهو يملك ثلاثة أضلاع. سيارة، علاه سميناها سيارة؟ لأنها تسير. نظارة، علاه سميناها نظارة؟ لأننا ننظر منها. معناتها واش راني نلاحظ؟ أن العلاقة الموجودة بين الدار المدلول علاقة أكثر من ضرورية. كذلك العلاقة ضرورية لأن المعنى يتجسد في ذهن الإنسان مرة واحدة. مثلا نقول لكم ثور، واش جاكم في راسكم؟ ثور. عاين نعاودو، ثور واش جاكم في راسكم؟ ثور. عاين نعاودو، ثور واش جاكم في راسكم؟ ثور. معناتها يقعد معنى واحد بالضرورة، ولا يقعد شاك فوا يتبدل كيما نحبو حنايا. تقولي لا لا أستاذة، يقعد معنى واحد. معناتها العلاقة الموجودة بين الدار المدلول علاقة أكثر من ضرورية. هذا فيما يخص الموقف الأول. الآن مباشرة نجو نقدوه. أول حاجة، هذا الموقف مبالغ فيه. وش معناتها مبالغ فيه؟ يعني بالغوا في تقديس موقفهم، أعطوا قيمة كبيرة للموقف الذي يرى بأن العلاقة الموجودة بين الدال المدلول علاقة ضرورية. معناتها أول حاجة بالغوا في تقديس موقفهم، يعني أعطوا قيمة كبيرة للموقف الذي يرى أن العلاقة الموجودة بين الدال المدلول علاقة ضرورية. في المقابل الموقف الثاني اللي قالك العلاقة عشوائية، يعني الإنسان يتحكم فيها، أنكروا دور الموقف الثاني، يعني نكروا دور الإنسان في أنه يسمي الأشياء، يعني قللوا من قيمة الإنسان في تسميته للأشياء. كذلك قللوا من قيمة الموقف الثاني الذي يرى بأن الإنسان يتحكم في الاسم. أيضا راهو يقول لك أفلاطون محاكاة الطبيعة، يعني العلاقة بين الدار المدلول علاقة ضرورية، الطبيعة هي اللي فرضت عليا. أنا ننقده وش نقول له؟ حنا رانا عايشين في طبيعة واحدة، نهار، ليل، نجوم، شمس، فصول، مطر، حرارة، ثلوج، معناتها جبال، معناتها راني لاحظ أنه طبيعة البشر طبيعة واحدة، أرض، سماء. فلماذا لغة البشر ليست واحدة؟ يعني راهو يقول لك الطبيعة، رانا ندو اللغة من الطبيعة. مادام رانا ندو اللغة من الطبيعة، من المفروض اللغة تاعنا تكون وحدة، باسكو الطبيعة راهي وحدة. يعني يقولوا لو كانت العلاقة ضرورية لكانت لغة يعني لو كانت العلاقة من الطبيعة، جبناها من الطبيعة، لكانت لغة البشر واحدة. يعني ننقدوا ونقولوا لو كانت طبيعية لكانت لغة البشر واحدة. وش معناتها لغة البشر واحدة؟ يعني ما تختلفش التسميات، بصح رانا نشوفوا اختلاف التسميات، يعني ما جبناهمش من الطبيعة، كل واحد كيفاش راهو يتفق. ايضا هو يقول لك الحروف تحمل معاني خاصه، حرف الحاء يدل على المعاني الايجابيه، وحرف الغين يدل على المعاني السلبيه. نقول لهم هذا اكبر خطا وقعتوا فيه، لاننا نجد كلمات سلبيه في حرف الحاء والعكس صحيح. مثلا حرب، كي يقول لك حرب واش معناتها حرب؟ او فيها الحاء، حاجه مليحه ولا مش مليحه؟ حاجه ماشي مليحه. كي يقول لك مثلا، ركزوا معايا مليح باش تفهموا، تقدروا تدعمونا كذلك بالامثله. كي يقول لك انا قلنا حرب، قلنا مثلا حيره، واش معناتها حيرة؟ حاجة مليحة ولا ماشي مليحة؟ حاجة ماشي مليحة. معناتها نقولوا حرف الحاء يدل على معاني سلبية كذلك. حرف الغين هو الآخر يدل على معاني إيجابية، ماشي بالضرورة معاني سلبية. كقولنا غلة، واش معناتها غلة؟ غلة معناتها منتوج وفير. كي نقولوا غنى معناتها إنسان مرفه، معناتها كاين أمور إيجابية. معناتها نقولوا الحروف لا تحمل أي معنى خاص، يعني راكم غالطين. نقولوا الحروف لا تحمل معاني خاصة بالضرورة، يعني هذا الموقف كان عنده بعض النقائص وبعض العيوب. صح. الآن مباشرة نروحوا للموقف الثاني الذي يرى أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة غير ضرورية، يعني علاقة تحكمية، يعني الإنسان هو الذي سمى الأشياء. نجو الأول واحد اللي هو ديكارت، روني ديكارت. ديكارت يرى أن العلاقة الموجودة بين الدال والمدلول علاقة ضرورية، عفوا غير ضرورية. لماذا؟ وذلك لوجود العقل. ديكارت يرى أن العقل هو من أعدل الأشياء قسمة بين البشر. يعني قال لك أنا بعقلي وش نقدر ندير؟ أنا بعقلي نقدر نفكر. ما دام أنا عندي العقل ونقدر نفكر، وش نقدر ندير؟
نقدر نسمي الاشياء ولا ما نقدرش؟ بطبيعه الحال نقدر، معناتها حاجه ما سمتهاليش الطبيعه، باسكو الطبيعه ما تقدرش تسمي كلش. الحاجه اللي لقيت الطبيعه ما سمتهاليش، انا ما عليا فقط نخدم العقل تاعي ونفكر ونسمي كيما نحب بهالطريقه. يعني انا نتحكم في الاسم باسكو انا انسان عاقل، انا انسان مفكر. نجو كذلك لارنست كاسير. ارنست كاسير يرى ان العلاقه بين الدال والمدلول علاقه غير ضروريه. لماذا؟ قال لك فهناك معاني مجرده، هناك معاني مجرده غير موجوده في الطبيعه. قال لك الطبيعه تعجز ما تقدرش تسمي لي كلش. فمثلا كي نقولوا حريه، ديمقراطيه، عداله، مسؤوليه، هذه الكلمات انا كي نخرج للطبيعه نلقى هاي لك الحريه وهاي لك العداله وهاي لك المسؤوليه، ما نلقاهمش. معناتها هذه الكلمات منين جبناهم؟ هذه الكلمات هي ابداع انساني، يعني الانسان هو اللي ابدع هذه الكلمات. فليست كل الكلمات موجوده في الطبيعه، هناك معاني مجرده غير ملموسه. ايضا نجو ديسوسير. ديسوسير يرى ان العلاقه الموجودة بين الدال والمدلول علاقة غير ضرورية. لماذا؟ قال لك والدليل على ذلك تعدد لغات العالم. وعطانا مثال، قال لك مثلا بالعربية احنا وش نقولوا؟ نقولوا اخت. بالفرنسية وش نقولوا؟ بالفرنسية نقولوا سير. بالانجليزية وش نقولوا؟ بالانجليزية نقولوا سيستر. لو كانت العلاقة ضرورية لفظ اخت كيما نلفظوه في الجزائر، كيما نلفظوه في مصر، كيما نلفظوه في المغرب، كيما نلفظوه في امريكا، كيما نلفظوه في فرنسا، في ايطاليا، يقعد ثابت ولا لا؟ تقول لي استاذه يقعد ثابت، معناتها ضروريه. علاش الالفاظ يتغير؟ لماذا؟ لانه كل بلد وكل مجتمع كيفاش راهو يتفق ويسمي. حنا اتفقنا اخت، هما اتفقوا سير، الاخرين اتفقوا سيستر. ايضا كي نقول لك مثلا حنا نقول لكم فيل، لفظ فيل، كلمه فيل واش تعني؟ واش فهمتوها؟ فهمتوها اسم حيوان ضخم اللي هو الفيل، صح؟ نروحوا مثلا الفرنسية، فيل تعني ماذا؟ تعني خيط بالنسبة لنا حنا. علاش هذا الاختلاف في اللغات؟ حتقولوا لي أستاذة علاش؟ باسكو حنا في الجزائر تفهمنا باللي لفظ فيل يدل على حيوان، اتفقنا طريقة عشوائية. هما اتفقوا في فرنسا باللي فيل معناتها خيط. معناتها واش راني نلاحظ؟ أنه على تعدد لغات العالم أكبر دليل يثبت أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة غير ضرورية، معناتها الإنسان هو اللي راهو يتحكم. نزيد نعطيكم مثال باش تفهموا. مثلا إحنا في ألجي واش نقولوا؟ نقولوا طفل صغير، نقولوا طفل صغير. نروحوا مثلا شوية للغرب ولا واش يقولوا؟ ناس الغرب ياك تشوفوا فينا، كاين يقولوا الغريان. نزيدوا نجوزوا منطقة أخرى واش يقولوا؟ يقولوا البزوز. واش معناتها؟ يعني بز. كاين اختلاف ولا ما كاش؟ كاين اختلاف. أنا نستخدم واحد المثال مع التلاميذ توعي كي نكون نشرح، نقول لهم مثلا نشوف عندهم حاجه تليفون ولا صاك ولا حاجه، نقول لهم اعطيني تليفون تاع، اعطيني مثلا صاكك ولا نوادرك ولا حاجه، اعطيني نقيسهم مثلا. اعطيني نشوف مثلا نظارات، نقول له اعطيني نقيس للتلميذ. هو يقول لي هاكي استاذه. انا واش ندير؟ انا نروح لاكوبان نرميهم. يقول لي استاذه واش حديري؟ نقول له ما حندير والو، نروح نقيس. يا اخي انا قلت لك نقيسو. يقول لي استاذه انا ما فهمتش نقيسو. يقول لي استاذه انا فهمت نجربو. تقول لي جاوك شابين استاذه. ركزوا معايا، قلت لكم يقول لي استاذه انا فهمت نجربو. واش راني نلاحظ؟ كاين تعدد ولا لا؟ لا كاين تعدد، معناتها كل كلمه واش تعني في لغات العالم. يعني معناتها حتى في اللهجات، حنا اللهجه تاعنا واللهجه تاع الغرب واللهجه تاع مثلا بعض المناطق الشرقيه ولا لهجه متغيره. يعني الكلمات كل واحد كيفاش راهو يتفق. نعطيكم مثال واقعي باش تفهموا. كاين بعض الكلمات حنا في ألجي ما نقولوهمش، نعتبروا هذوك الكلمات هما كلمات يعني ما نقدروش نقولوهم بحكم المعتقدات تاعنا والاتفاق تاعنا. نشوفوهم عيب، نشوفوهم هذوك الكلمات يعني الانسان يعني نقص من القدر بينه وبين انسان اخر. نروحوا مثلا لوهران ولا نروحوا مثلا للصيف، نروحوا نشوفوهم يهضروهم عادي. علاش؟ لانه حنا اتفقنا هنا في الساز بلي هذه الكلمات كلمات عيب، كلمات فيها نقصان من القدر تاع الانسان. هما لا هما كذلك اتفقوا بلي هذه الكلمات هي كلمات عاديه، هي كلمات بسيطه، هي كلمات كيفها كيف الكلمات الاخرى. ونلقاو العكس، حنا كاين كلمات هنا نقولوهم عادي، هما ما يقولوهمش. علاش؟ باسكو حنا اتفقنا بلي هذه الكلمات ما نقولوهمش، عندنا نقولوهم عندنا عادي، وهما اتفقوا بلي هذه الكلمات ما يقولوهمش باسكو كلمات عيب. معناتها واش راني نلاحظ؟
كل واحد كيفاش هو يتفق ولا لا لا، كان جات ضروريه لو كان كامل عندنا لغه واحده ولهجه واحده. الان نجو نزيدو ناخذ مثال، قال لك العلاقه بين الدلمه والعلاقه غير ضروريه، والدليل على ذلك تعدد المعاني للكلمه الواحده. لو كان جات العلاقه بين الاسم والمسمى علاقه ضروريه، لو كان الكلمه الواحده نلقاو عندها معنى واحد، ولكن احنا كلمه واحده نلقاو عندها عده معاني. فمثلا نقول لكم عين، عين واش فهمتوا؟ فهمتوا عين اللي نشوفوا بها، واش نقدر نفهم؟ نقدر نفهم حنفيه، روبيني. نقدر نفهم كذلك حاجه واحده اخرى، خمسه في عينيك واش معناتها؟ معناتها عين الحاسد. هنا واش راني لاحظ؟ يعني تعدد المعاني للكلمه الواحده، كلمه واحده عندها عده معاني. لو كان جات العلاقه ضروريه، لو كان كلمه واحده نلقاو عنها معنى واحد فقط. هذا فيما يخص الموقف الثاني. الان مباشره نروحوا ننقدوا. اول حاجه واش داروا هذا الموقف؟ بالغوا في تقديس موقفهم، يعني نكروا فضل الطبيعه ودورها، هذه اول حاجه. بالغوا في تقديس موقفهم، يعني نكروا دور الطبيعه في تسميتها للاشياء. مثلا سختو بكري، بكري كانوا يسموا كلش بالطبيعه، مثلا اسماء البنات كانوا يسموا بالطبيعه، شمس، قمر، نجوم، نجمه ماشي نجوم عفوا، نجمه، قمره، ماشي بنت البلاده، قمره. زيدوا ثاني عندنا عده اسماوات، مثلا نشوفوا كلمات كذلك هلال اسم ولد، هذه الكلمات تفاحه، خوخه، هذو منين جبناهم؟ هذه الاسماوات هذو جبناهم من الطبيعه، معناتها الانسان كان يسمي من الطبيعه، طاوس، نواره، ورده، ياسمين، هذه الكلمات هذو جبناهم جابهم الانسان من الطبيعه، يعني يقولوا هذا الموقف نكرت دور وفضل الطبيعه في تسميتها للاشياء. كذلك واش راحوا داروا؟ هذا الموقف يعني بالغوا في تقديس موقفهم وقللوا من قيمه الطبيعه، نكروا دور الطبيعه، يعني قللوا من دور الطبيعه، نقصوا لها من قيمتها، في حين نوجدوا ان الطبيعه كان لها فضل علينا في تسميه بعض الاشياء. كذلك ديكارت يقول لك انا نسمي بعقلي، صح انت انسان مفكر، انت انسان عندك العقل، ولكن هذا العقل اسك يقدر يسمي كلش؟ اسك العقل هذا كامل؟ طبيعه الحال لا، العقل تاعنا قاصر، العقل تاعنا محدود، قد يعجز العقل. معناتها نقولوا من نقدوا العقل، نقولوا العقل قاصر ومحدود وهو معرض للخطا، معناتها هذا العقل يقدر يغلط بهذه الطريقه، يقدر ما يسميناش كلش، احيانا يعجز. مثلا هذو اللي راهم يسموا اسماوات سيارات ومنا، باش راهم يسموهم؟ راهم يسموهم على اسماوات يا ولادهم يا بناتهم يا الاسم تاع الازواج تاعهم ولا الزوجات تاعهم، معناتها راني نشوف بلي هناك عجز في التسميه. ايضا هذا الموقف راهو يقول لك انه العلاقه غير ضروريه، معناتها كيما نحبوا نسمو، كي تولي كيما نحبوا نسمو تولي عشوائيه. الكلمه تسكن ونفهموا بعضنا، كيما احنا مثلا في وهران وفي الجي وفي عنابه ومنا، اسكن نفهموا بعضنا اللهجات، ما نفهموش، خصوصا هاد الكلمات اللي قلت لكم احنا عندنا عيب وما عندهم ماشي عيب، نعرفوا حقيقتهم، اسك صح عيب ولا اسك صح ماشي عيب وكلام نورمال، ما نعرفوش، معناتها نقولوا كلمه كي نقولوا اتفاقيه كي نخلوا الناس تتفق، الكلمه تفقد من قيمتها وما نوصلوش للحقيقه وتولي صعيبه باش نفهموا بعضنا، معناتها نقولوا العشوائيه تفقدها، تفقد الكلمه من قيمتها، تفقد الكلمه من قيمتها، معناتها لو كان امنوا بهذا الموقف تولي الكلمه ما عندها حتى قيمه، علاش تولي هنا تشير الى شيء وهنا تشير الى شيء وهنا تشير الى شيء، نقولوا ما نعرفوش حقيقه الاشياء. الان نروحوا لحل المشكله، يعني شكون ربح؟ شكون فيهم اللي عنده الحق؟ سمعنا الموقف الاول وسمعنا الموقف الثاني، الان انا واش راني نقصد بحل المشكله؟ راني نقصد التركيب زائد الخاتمه. تقولوا لي علاش استاذه جمعتيهم؟ حذاري تجمعوهم في البال، انا جمعتهم لانه الخاتمه تتبع التركيب، يعني الخاتمه هي تاكيد للتركيب. واش درنا في التركيب؟ نعاودوه في الخاتمه، ولكن نعاودوه بالمرادفات، يعني بصياغه جديده. الان نشوفوا العلاقه الموجوده بين الدلمة والمدلول. في هذه المقاله عندنا توفيق بين الموقفين، يعني العلاقه الموجوده بين الدلمة والمدلول تكامل بين الطبيعه والمجهود الانساني. كيف ذلك؟ العلاقه بين الدلمة والمدلول بدات طبيعيه ضروريه، بدات ضروريه، لماذا؟ لان هناك بدات ضروريه. شكون اللي فرضتها عليا؟ الطبيعه، الطبيعه هي اللي بدات تسمينا، الانسان بدا يقلد اصوات الطبيعه. ثم بعد ذلك تطورت وأصبحت العلاقة
تحكمية، يعني الإنسان ولا هو يتحكم في الأسماوات. كيفاش ولا يتحكم؟ يعني تطورت وأصبحت ضرورية. كيفاش ولا يتحكم الإنسان في الأسماوات؟ وش عنده؟ عن طريق استخدام العقل. يعني الإنسان هذا كائن عاقل، الإنسان هذا عنده العقل، بفضل العقل يقدر يسمي أسماوات عجزت الطبيعة عن تسميتها. يعني لا يمكن أن ننكر فضل الطبيعة في تسميتها للأشياء، ولكن بعد ذلك الإنسان طور من نفسه ولا هو يسمي الأشياء من حوله. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا. وش نقول لكم؟ نقول لكم أي حاجة ما فهمتوهاش، أي حاجة جاتكم غامضة، رسلوني في التعليقات، ومادا بيا تبارطاجيو هذا الفيديو الماكسيموم هكذا باش تعمل فائدة للجميع، لأنه بزاف تلاميذ طلبوا مني هذا الفيديو، وغنشوف بلي كاين صعوبة في يعني في هذا الدرس هذا. نتمنى كامل تستنفعوا به. كما سبق وقلت لكم، خلوا لي تعليقاتكم سواء في التعليقات، ولا خلوها لي في الصفحة الشخصية على الفيسبوك الأستاذة ضيف في مادة الفلسفة، ولا خلوها لي كذلك في الحساب الخاص على الانستغرام الديف بوان فيلو، راح يجوز هنا من تحت. اتهلاو في روحتكم وبالتوفيق للجميع.